وكأن البعض من ساسة ونخبة ومعارضة ينتظرون الإعلان عن مرشح النظام كي يقررون دخول المنافسة الانتخابية من عدمه. حال من الترقب والضبابية تسود الشارع الجزائري بعد أن حسم أخيرا موعد إجرائها الذي سبقه جدل ودعوات بالتأجيل وتمديد ولاية الرئيس طالبت بها أحزاب الموالاة وتراجعت عنها فجأة. مازال ما شفناش شكون كما يقولك واحد منافس قوي اللي كما يقولك يدخل الانتخابات الرئاسية. ننتظر من هذه الانتخابات الرئاسية وجوه جديدة اللي تقدم برامج لمصلحة الوطن والمواطن. ولم تظهر إلى اللحظة أسماء بارزة لدخول المنافسة عدانية أحد الجنرالات المتقاعدين مقرب من رئيس المخابرات الأسبق يدعى علي غديري الذي عبر عن نيته في الترشح منتقدا بشدة ما آل إليه الوضع، فيما لا تزال المعارضة متخوفة من المشهد بحجج القمع تارة والتضييق على إيصال صوتها للشعب من جهة أخرى. المعارضة راهي تنشط في جو سياسي مغلق تماما، كل القوانين بما فيها قانون الانتخابات وقانون الأحزاب وقانون الجمعيات كلها صيغت على المقاس لأحزاب السلطة. لكن العارفين بحقيقة الوضع الهش للمعارضة أنحوا باللائمة على دعاة التغيير ووصفوهم بالمفلسين سياسيا. هي لا تنهض اصلا وتنتظر المناسبة الانتخابية لتتحرك، وكل شيء تبنيه على اساس هل يترشح مرشح السلطة او لا يترشح، وعليه فلا تنتظر منها شيئا. ويبقى خيار شخصية توافقية لخلافة بوتفليقة امرا قائما حتى اللحظة في حال قرر رئيس بوتفليقة عدم الترشح، وإلا زالت أحزاب الموالاة متمسكة بمرشحها الرئيس. مرشح تاج لرئاسيات 18 أفريل 2019 هو الآب المجاهد عبد العزيز بوتفليقة. بعض المتفائلين لا زالوا يؤمنون بأن المشهد سيتغير في غضون الأسابيع القادمة لأسباب فرضتها حالة الرئيس الصحية من جهة، وبظروف اقتصادية واجتماعية تمر بها البلاد من جهة أخرى. أحمد حرز الله، العربية، الجزائر.